نبدأ إذن الجلسة الثانية لهذا الملتقى، وأقدم لكم إذن السادة والسيدات الحاضرين والحاضرات هنا في هذا في هذه الجلسة، في المتدخلين. إذن ستكون بين المقررة الأستاذة فوزية كراز، وهي أستاذة في جامعة معسكر الجزائر ودكتورة في تاريخ المغرب الإسلامي. بعد ذلك سيتدخل إبراهيم جدلة، وهو جامعة بالجامعة منوبة ورئيس مخبر النخب والمعارف والمؤسسة الثقافية بالمتوسط. ثم بعد ذلك الأستاذ مختار الشنقيتي من جامعة قطر، وهو أستاذ تاريخ أو الفكر الأخلاقي والأخلاق السياسية بجامعة قطر. ثم فيما بعد محمد حمد بن خليفة بقطر. إذن ثم فيما بعد سننهي بالاستماع إلى كاترينا مينينك من جامعة فيينا، حيث ستدخل تكون مداخلتها بالإنجليزية The Umayyad Caliph in His Images. وإذن ننطلق الآن المداخلة الأولى للأستاذ إبراهيم جدلة، التأثيرات الفارسية في الفكر السياسي الإسلامي في الخمس قرون الأولى للهجرة. وأرجو من الأستاذ إبراهيم جدلة أن يلتزم بالوقت، وهو 20 دقيقة. ولا شكرا سيد الرئيس. أولا أنا اختصاصي ليس التاريخ المعاصر الحديث، بل التاريخ الوسيط أو التاريخ الإسلامي، المختص في التاريخ الإسلامي. نعرف السي منير. مداخلتي ستكون حول ما يعني يمكن أن نسميه التأثيرات الفارسية في الفكر السياسي الإسلامي في الخمس قرون الأولى. يعني الواقع، هل هنا الواقع والخيال في هذه التأثيرات؟ لأن هنالك من يبالغ كثيرا في هذه المبالغات بخصوص بعض الشخصيات مثل عبد الله بن المقفع أو غير ذلك، وهنالك من يعتبر أنها تأثيرات محدودة. إذن محاولة ستكون في هذا الإطار. المدة الزمنية التي اخترتها هي يعني تقريبا منتصف القرن الثاني للهجرة، يعني فترة كتابات ابن المقفع. ونعرف يعني ابن المقفع توفي حوالي سنة 142 هجري، والمنتصف القرن الخامس وهو القرن التحولات الكبرى في الخلافة الإسلامية، فترة يعني نهاية فترة البويهيين ودخول السلاجقة، وهي فترة مفصلية في تاريخ الدولة الإسلامية، وسأتحدث عن ذلك بعد حين. علاقات العرب مع الفرس يعني ليست وليدة القرن الثاني أو الثورة العباسية. نعرف أنه مثلا سلمان الفارسي كان موجودا بالمدينة، وكان حاضرا في السنة الخامسة للهجرة، وكان حاضرا في معركة الخندق، كان له أثر في ذلك. بالتالي بعد ذلك الخليفة الثاني عمر بن الخطاب عندما دون الدواوين تأثر بالفكر الفارسي، وقيل له دون الدواوين إلى آخره. فهنالك التأثير على مستوى الممارسة السياسية، على مستوى الحضور، على مستوى يعني هنالك حضور للأطراف المجاورة في الدولة الإسلامية في نشأتها. لكن أنا سأخصص على ما أسميه الفكر السياسي، أو نحاول تعريفه بالفكر السياسي. وما يمكن الحديث عنه هو تقريبا الفترة التي ظهر فيها عبد الحميد الكاتب مع الأمويين، وابن المقفع الذي عاصر نهاية الحكم الأموي وواصل لمدة 10 سنوات مع العباسيين. وكانت العشر سنوات التي عاشها مع العباسيين هي كانت فترة مضطربة، فابن المقفع كانت له اختيارات يمكن أن تكون خاطئة بالنسبة للبعض، واتهم بالزندقة إلى آخره، لكن كانت له اختيارات سياسية. فهو فارسي
والفرس آنذاك، أو على الأقل القادمين مع الفرس والذين كانوا عماد الدولة العباسية وهم الخراسانيين مثل أبي مسلم الخراساني، قد قتل قتله المنصور وبعد أن أنجح الثورة العباسية، وبالتالي هنالك ردة فعل، فكان هو سنرى كيف يدافع ابن المقفع عن الخراسانيين. ثم كان صديقا لأعمام المنصور الذين كانوا قاموا بثورة صغيرة ضد المنصور وضد الدولة العباسية، لكنه بحكم تقاليد الوفاء إلي تفيدال، معناها ابن المقفع، تقاليد الوفاء للذين رعوا له الذمة وحموه وهم أعمام المنصور، بقي معهم إلى آخر لحظة إلى أن قتل. وكان مقتله ليس لأسباب، يعني مسألة الزندقة، لأسباب سياسية، والأسباب السياسية هو هذا الولاء. وعندما طلب منه طلب من أعمام المنصور أن يستسلموا، كتب لهم أمانا وكتبه بخطه، وهذا الأمان يربط الخليفة المنصور، وتوجس منه خيفة. والخليفة المنصور قال من كتب هذا؟ قيل له ابن المقفع، فعند ذلك قرر قتل ابن المقفع. ثم ابن المقفع كان كتب رسالة، لأن ما نسب لابن المقفع من الأدب الكبير والأدب الصغير وغير ذلك هي يعني مسائل تافهة، لكن أهم ما قام به ابن المقفع هو كتابته لرسالة تعرف باسم رسالة في الصحابة، والصحابة ليسوا صحابة الرسول بل الصحابة يعني الانتوراج، يعني حاشية لأن ما يعني الكتابات الأولى التي نسبت إليه يعني مجرد حكم منقولة، هذه الأدب الصغير والأدب الكبير وليست من كتاباته. وأبو بكر الباقلاني نفسه عند في إعجاز القرآن يقول عنه يعني ليس كلام نحن، هذه كلام أبو بكر الباقلاني، يقول وما نسب إليه من المؤلفات وخص بالذكر منها الدرة والدرة اليتيمة إلى آخره، يقول وهما كتابان أحدهما يتضمن حكما منقولة توجد عند حكماء كل أمة، وكتابه الذي بيناه في الحكم منسوخ من كتاب برز جمهر في الحكمة، فأي صنع له في ذلك وأي فضيلة حازها فيما جاء به. ولا يضيف يعني الباقلاني شيئا عما اعترف به ابن المقفع نفسه، فهو يقر بذلك قائلا بخصوص الأدب الصغير، وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفا فيها عون على عمارة القلوب إلى آخره. ونفس الشيء ينطبق على الأدب الكبير عندما يقول فمنتهى علم عالمنا في هذا الزمان أن يأخذ من علمهم هؤلاء ونقل. بالتالي هي كانت كتابات منقولة، لكن دائما أرجع وأقول أهم شيء طبعا في الأدب الصغير نجد ثنائيات يتحدث عنها مثل الحب والبغض، الحمقى والأكياس، الصواب والخطأ، العلماء والجهال، ويعطي تعريفات لكلها، والرجاء والخوف والعامة والخاصة والرأي والهوى، هي كلها مجموعة ثنائيات avec des définitions. نفس الشيء بالنسبة للأدب الكبير، لأن لن أطيل هنا في هذا الباب. أهم شيء يعني ربما في باب الأدب الكبير، الجزء الذي يهمنا نظرا لعلاقته المباشرة بالسلطة وما يسميه ابن المقفع السلطان، وهي كلمة لا تتجاوز في معناها في تلك الفترة الإمارة أو الولاية أو النفوذ السياسي، لأن كلمة سلطان مازال لم تستعمل بعد في المؤسسات أو غير المؤسسات، مازال كلمة وليدة، ويعني بها هذا النوع نعرف أنه يعني هو يعني قام بثورة في مستوى النثر العربي، كان الشعر هو أقول لك في النثر. ابن المقفع كان له دور كبير في تحويل اللغة العربية في هذا المجال، واستحدث هذه الكلمات في يقول في بالنسبة للسلطان
فهو يعني الجانب هذا محدود الحجم، يعني عدة صفحات 68-79 و95-96، والفائدة في هذه الصفحات قليلة. تناول كاتبون مسائل عامة أغلبها في شكل أمثال وحكم عاكسة بعض الموروث الفارسي حول الحكام والطرق المثلى للتسيير، ولم تكن بعلاقة مع الواقع السياسي لدولة الخلافة آنذاك، بداية يعني الخلافة العباسية، بداية وما كتبه عن السلطان، لا علاقة له بذلك الواقع السياسي لتلك الفترة، وخاصة بداية حكم العباسيين وقوة الحكم المنصور آنذاك. طبعا أهم شيء ذكرته هو رسالته في الصحابة، وهذا هو ما كتبه في نهاية الأمر. ابن المقفع كتب هذه الرسالة بعد هذه الأمور التي أعتبرها وتحمل مسؤوليتي بذلك أن كلها منقولة ولا قيمة لها بالنسبة للواقع وبالنسبة للفكر السياسي بصفة عامة، ونجدها وهي صالحة لكل مكان وزمان. عندما تقول الرديء هو كذا كذا والكذا، فكلام لا معنى له. نشرت هذه الرسالة في حوالي 11 صفحة من طرف الأستاذ محمد كرد علي ضمن رسائل البلغاء سنة 1913، ومن أهم الأبحاث التي تناولتها بالدرس دراسة المستشرق غويتين، وكتب مقالة حول في turning point in the history of the Muslim state، في كتاب المجموعة المقالات studies in Islamic history في الذي نشر في ليدن في 1968، يعني هذه الدراسة الوحيدة التي كتبت حولها. وبالغ شيئا ما غويتين عندما وضع ابن المقفع في مصاف ابن خلدون وماكيافيل، يقول هو من مصاف هؤلاء، يعني كان تقريبا معجبا به إلى أبعد الحدود. وهنا سأحاول أن أقرأ هذه الرسالة قراءة نقدية، وأحاول أن تكون موضوعية. كما ذكرت منذ حين، الصحابة هنا لا تعني صحابة الرسول بل محيط السلطان وحاشيته، ويمكن القول أن هذه الرسالة تمثل الأثر الوحيد لابن المقفع، فهي ليست مجرد نقل أو تعريب مثل ما هو الحال بالنسبة للأدبين، بل نكاد نجزم أنها من تأليف كاتبنا في مجملها. وحتى إن وجدنا في طيها بعض الحكم أو النصائح المنقولة، فهي نادرة جدا ولا تؤثر على الإضافات الجديدة ولا على ارتباط مضمونها بواقع الحكم العباسي في عهد المنصور. ورغم العنوان هي رسالة في الصحابة، لكن مسألة الصحابة يعني الحاشية لا تحتل إلا حيزا محدودا جدا ضمن هذه الرسالة، إلا حيز يعني العنوان هي الرسالة. لكن
أو أهل المصريين، ثم أهل الشام وجزيرة العرب وتوحيد القضاء وأمر الصحابة في صفحتين. يعني الصحابة عنوان الرسالة الصحابة، لكن نجدها في طي 10 مسائل وبسيطة جدا. أمر الصحابة، أمر الأرض والخراج، مع خاتمة حول العلاقة بين الإمام والخاصة والعامة، وهي عامة لا أعلم. استعمل ابن المقفع مصطلحات معينة لإيصال أفكاره وتنظيمها، وقد رتب أفكاره بطريقة غير مسبوقة، وكأنه يقدم لائحة مطالب أو برنامج عمل. فقد عمل على الفصل بين المسائل المضمنة في رسالته مع افتتاحها، كل فقرة يفتتحها بكلمة، افتتاحها بعبارات معينة حرص على اختيارها، من قبيل يبدأ: فمن الأمور التي يذكر بها أمير المؤمنين، ولا هو يذكر أمير المؤمنين، استعملها مرة واحدة. ثم: ومما يذكر به أمير المؤمنين، استعملها 6 مرات. ومما ينظر فيه، استعملها 3 مرات. ومن ذلك، استعملها مرتين. فلو رأى أمير المؤمنين مرة واحدة، فأقول لو أن أمير المؤمنين مرة واحدة. لاحظوا في كل فقرة تقريبا يبدأها بهذا النوع من بالإعاز. إذن لم يكن ابن المقفع من السذاجة لكي يعتقد أن حشر أنفه في كل ما يهم السلطة آنذاك سيمر بسلام. لذلك فقبل استعمال هذه الصيغ قدم هذه الآراء بطريقة ربما كان يعتقد أنها ستجعل خطابه مقبولا عند الخليفة، من قوله: وفي الذي قد عرفناه من طريقة أمير المؤمنين ما يشجع ذا الرأي، معناه هو على تناوله بالخبرة، الخبرة معناها الإخبار، يعطي الخبر بالخبرة فيما يظن أنه لم يبلغه إياه غيره، وبالتذكير يعني يخبره ويذكره بما قد انتهى إليه، ولا يزيد صاحب الرأي على أن يكون مخبرا أو مذكرا، وكل عند أمير المؤمنين مقبول إن شاء الله. أنا باش نخبركم ذاكر إن شاء الله إلى آخره. إذن بدأ بهذه المسائل. أمر الجند من أهل خراسان، الجند الذي كان ثائرا ضد الخليفة المنصور وقتل زعيمه أبا مسلم الخراساني، فهو يطلب منه أنه جند لم يدرك مثلهم في الإسلام إلى آخره، وهي القضية الأولى التي ابتدأ بها هذه الرسالة. وطبعا طلب منه أن يكتب إليهم أمانا، الطلب هو أمان لجند الخراساني، أمانا معروفا بليغا وجيزا محيطا بكل شيء. هذا هو المغزى الأول من هذا الطلب الأول. المسألة الثانية هي مسألة الطاعة، مسألة الطاعة وهي مركزية في الإسلام، نعرف أن مسألة الطاعة وكتب عنها الكثير في تاريخ الإسلام. ويقول يعني أنه أمير المؤمنين لو أمر الجبال أن تسير سارت، وإن أمر أن تستدبر القبلة بالصلاة فعل ذلك. يعني كيف يأمر أمير المؤمنين الجبال سيروا حتى ما تصلوش القبلة دوروا التالي، وطرح مسألة الطاعة إلى آخره. لن أمر الجند أيضا، ويقترح عدم توليته إلى آخره. أمر أهل البصرة والكوفة، ويعتبر أن هذين المصريين لأنه الشيعة موجودة فيه هي أقرب الناس إلى أن يكونوا شيعة الخليفة الجديد بعد أهل بيته. يعني يقترح أيضا توحيد القضاء والأحكام، وهذا برنامج هام جدا، يعني نقطة هامة توحيد القضاء، قائلا: نظرا لاختلاف الأحكام في الكثير من الأحيان من منطقة إلى أخرى، يقترح قائلا: فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب، وأمضى في كل قضية رأوا وينهي عن القضاء بخلافه، يعني توحيد القضاء، يعني شيء متقدم بالنسبة لتلك الفترة. يمر إلى أمر أهل الشام اللي هم أعداء الدولة، يعني مركز الأمويين، والتعامل معهم يعني سياسة الائتلاف، ائتلاف القبول. ثم أمر الصحابة و في صفحتين إلى آخره. ثم أمر فتيان أهل بيته، فهو يقول يدخل فيهم بني أبيه، ولكن بني علي
بن العباس هم يعني الأعداء، أعداء المنصور، يدخلهم وأنهم هم يعني أغرب تذكير يذكروا بأنهم لأن فيهم رجالا لو متعوا بجسام الأمور والأعمال سدوا وجوها وكانوا عدة لأخرى إلى آخره، فيدافع بطريقة غير مباشرة عن par fidélité للوفاء لل. وطبعا نتحدث على أمر الأرض والخراج وغيره، ثم أمر الجزيرة العربية. هل كان لهذه الأفكار، لم يكن لها أي تأثير، قتل ابن المقفع وانتهى أمره وانتهت هذه الأفكار، ولم يكن أي تأثير لهذه الأفكار ولهذه الرسالة للأدب الكبير والصغير وغيرها أي تأثير. التأثير الحقيقي للفكر الفارسي هو في القرن الخامس. قبل القرن الخامس بدأت الخلافة، يعني هنالك التحول من الخلافة والإمارة والسلطنة، بدأ مع البويهيين وسيطرتهم على الخلافة وقتل الخلفاء وجرهم الخلفاء وسملي أعينهم إلى درجة أنه قائد يعني عسكري عمره 20 سنة، يعني مازال ما عداش الباك، فهذا الشخص يجر الخليفة ويقتله ويفرض عليه. فكانت يعني الخلافة، خاصة الذين ينادون اليوم بإحياء الخلافة، لابد أن يراجعوا تاريخ الخلافة في هذه الفترة، في فترة البويهيين، في فترة السلاجقة، ماذا كان هؤلاء؟ أن الخليفة في جزء من ينتظر أجرا، يعني شهري ينتظر أجرا من هؤلاء الأمراء والغير. فمع منتصف القرن الخامس، بدأ هذا التأثير واضحا كبيرا. لكن كيف بدأ؟ هو تأثير القلم الفارسي والسيف التركي. يعني الأتراك هم السلاجقة الذين احتلوا، دخلوا بغداد في 450 هجري، وقضوا بذلك على سلطة البويهيين التي لها قرن، فقضوا، لكنهم احتلوا بغداد. أصبحت الخلافة في نهاية الأمر هي والخليفة أسير سلطة الأمراء وسلطة. وفي نفس الوقت، والذي يهمني ليست الأحداث التاريخية لأنني أتحدث عن الفكر السياسي، عن الإنتاج السياسي، عما أنتج في تلك الفترة، فهنا بدأت الكتابات الحقيقية الفعلية التي تعكس تأثير الفكر الفارسي على الفكر السياسي الإسلامي، على الفكر السياسي الإسلامي. وظهرت كتابات نظام يعني الملك، نظام الملك الطوسي الذي كتب كتاب سياسة نامة. لاحظوا أن السلطة التركية والقلم فارسي. الجويني إمام الحرمين، هو سمى إمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدينة 4 سنوات، ثم لكن هو فارسي ومن جوين ومن يعني من نيسابور إلى يعني. الجويني اكتب أيضا كتاب، يعني كتابين، واحد سماه النظامي نسبة لنظام الملك، تزلفا لنظام الملك، والآخر اسمه الغياثي، والغياثي أيضا نسبة للقب نظام الملك، والذي يقول فيه لنظام الملك: وإني لغرس أنت قدما غرسته وربيته حتى علا وتمددا، لأنك أعلى الناس نفسا وهمة، وأقربهم عرفا وأبعدهم مدى، وما أنا إلا دوحة قد غرستها وأسقيتها حتى تمادى بها المدى. هذا الجويني إمام الحرمين يقول نظام الملك. ثم يأتي الغزالي بعدهم. الغزالي عندما كتب التبر المسلوك كتبوا باللغة الفارسية، ووصلنا معربا وعربه أحد. ثم نجد أبو الحسن الماوردي، أبو يعلى المودودي، الحنبلي سامحوني، وأبو يعلى الفراء يعني الحنبلي، عاشوا في نفس الفترة، في الفترة بين 800 سنة، واحد توفي 450 458، وكتب الاثنان كتابان باسم الأحكام السلطانية، وكان ردة فعل هؤلاء كلهم وأغلبهم ضد الموارد، لأن الموردي كتب كتابا قبل الأحكام السلطانية الاسم درر السلوك في سياسة الملوك. لمن كتبه؟ كتبه لبهاء الدولة وضياء الملة وغياث الملة، الذي يعني وهو الأمير المملوكي الذي تولى الإمارة من سنة 379 إلى 403.
الموردي ردة فعل هؤلاء ضد كل الجويني والكل كانوا ضد وفي جيسين مينيت. طيب المهم أن هذه الكتابات هي فعلا لأن طبعها يعني هام جدا حول محتواها والعبارات الجديدة المستعملة والروح الفارسية. يعني سيتادير فارسية ليست فارسية، يعني الاستبدادية، روح الاستبداد الشرقي كما يعرفه كارل فيت فوغيل. ف المسائل الأساسية مثلا كتاب الغزالي نجد فيه أكثر من 89 مرة كلمة عدل، قلب عدل كذا، العدل أو الجور، معناها لي دو. فهذا يعكس تلك الروح التي تأكدت إلا في القرن الخامس. وطبعا هنالك ما بعد القرن الخامس تحولات أخرى، لكن بقي يعني هناك صراع بين هذا الفكر والفقهاء الذين يحاولون الدفاع عن الخلافة، وذلك بفرض قرشية الخليفة، إلى أن جاء ما بعد ذلك وجاءوا الأتراك وتركوا. وشكرا لكم على حسن استماعك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة، شكرا للمركز العربي وللمخبر ولكل الأحبة. موضوعي بعنوان الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، دراسة في الإمكان التاريخي والقيم المعطلة، وهو مستخلص من مسودة كتاب بنفس العنوان أكتبه لمركز التشريع الإسلامي والأخلاق في الدوحة. اليوم أقدم تلخيصاً يعني الورقة هي خلاصة للفصول الأولى التي تركز على الإشكالات الثقافية والبنيوية التي أدت إلى الأزمة، والقسم الثاني لن أستطيع أن أغطيه اليوم وعنوانه من كتاب الله إلى عهد أردشير، وهو يركز على تأثير القيم الساسانية التي تحدث الأستاذ الكريم الدكتور إبراهيم عنها. إذن الورقة هي سعي للإسهام في تفسير الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية. هي تقع على الحدود بين فلسفة السياسة وفلسفة التاريخ، وتتضمن تأملا نظريا في تحلل في عوامل تحلل الاجتماع السياسي، واستعمل في البحث فكرة الإمكان التاريخي عند هيجل، فكرة الدولة، مفهوم الدولة المنسجمة عند هيجل، وكذلك مفهوم التشكل الكاذب عند شبينغلر كأدوات تحليلية مساعدة على فهم هذه الأزمة. طبعا أيضا أستعرض في الورقة التفسير الهيكلي الذي قدمه محمد إقبال لهذه الأزمة، والتفسير العضوي الذي قدمه مالك بن نبي، وأطمح إلى تقديم تفسير يشمل تفسيرهما ولكنه ربما أكثر تركيبا، وهو يتركز على التنبيه على الفراغ السياسي التاريخي في الجزيرة العربية، ثم على وطأة الإمبراطوريات المحيطة على ذلك الفراغ. فعندنا من جهة هذا الفراغ، وعندنا من جهة الضغط الإمبراطوري عليه. تحدث الشهرستاني في الملل والنحل عن الأزمة، عن ما نسميه هنا الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، فقال: وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل مكان. فالمقصود بالأزمة الدستورية هنا إذن هو تلك المفارقة الأخلاقية بين القيم السياسية التي جاء بها الإسلام وبين التجربة الإمبراطورية الإسلامية التي ابتعدت كثيرا عن تلك القيم منذ حرب الصفين عام 38 هجرية إلى اليوم. وهذه الأزمة خلفت ألما ظاهرا على الجسد الإسلامي في شكل شقاقات وصراعات على السلطة دائمة، وتشاؤما مضمرا في حنايا الضمير المسلم عبر القرون من أي مسعى إصلاحي يتعلق بالسياسة. هنالك تشاؤم عميق في الثقافة الإسلامية في هذا المجال بسبب تاريخنا. إذا وضعنا هذه الأزمة في سياق نظري يتعلق بفلسفة السياسة، يمكن نقول إن الاجتماع السياسي عموماً يتحلل بطريقتين: الطغيان والفوضى. الطغيان السياسي يضغط على الاجتماع السياسي من أعلى حتى يتصدع، ثم يتوسع هذا الصدع مع الزمن حتى يتحول شرخاً ينهار المجتمع من خلاله. أما الفوضى فهي تهدم الاجتماع السياسي من أساسه. وهنا إشارة لطيفة لعبد الله بن عباس، الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فسر آية من القرآن الكريم بهذا المعنى، وهي قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال: العذاب من فوق أئمة الجور، والعذاب من تحت
الفتن وتسلط سفلة الناس. فهاتان هما الطريقتان اللتان ينهار بهما الاجتماع السياسي. والفوضى والطغيان حليفان دائما. فالطغيان السياسي يؤدي إلى ردود فعل فوضوية من المجتمع، والفوضى تسوغ الطغيان السياسي وتجعل الناس يرضون به أيضا. لكن كلما خيرت الشعوب ما بين الطغيان والفوضى اختارت الطغيان للأسف. ولذلك عبر عن ذلك فقهاء السياسة في التاريخ الإسلامي فقالوا: أسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم. أما المستبدون فيتقصدون دائما وضع الناس بين هذين الخيارين فقط، إما أنا وإما الفوضى، يعني زي ما قالوا أنا أو الطوفان والله أبريمو للدريج. هذه قديمة وليست جديدة. إذا أردنا أن نفهم هذه المشكلة في سياق الحضارة الإسلامية، أنا أعتقد نحتاج أن ننظر إلى مفهوم الإمكان التاريخي عند هيجل، وهو مفهوم يبين الفارق الهائل بين المبدأ في حالة التجريد وبين المبدأ في تحققه العيني. فكل حضارة من منظور الإمكان التاريخي الذي يتحدث عنه هيجل تولد بإمكان معين، بعضه يتحقق وبعضه يمنعه السياق التاريخي من التحقق. فالمسافة بعيدة بين غرس المبدأ وبين تحويل المبدأ إلى علاقات اجتماعية. كذلك أيضا مفهوم الدولة المنسجمة معين على فهم هذا، والدولة المنسجمة عند هيجل هي التي هي أقوى الدول، ومصدر قوتها هو الانسجام بين إرادة الحاكم وإرادة المحكوم. وهذه الدولة لا يمكن أن تكون إلا دولة قائمة على أساس التعاقد والتراضي السياسي، وليست قائمة على الاستبداد والقهر. لو نظرنا إلى القيم السياسية الإسلامية والحضارة السياسية الإسلامية من منظور سياسي في ضوء مفهوم الإمكان التاريخي ومفهوم الدولة المنسجمة، يمكن أن نقول أن الإسلام وفر قيما سياسية تبني دولة منسجمة تتحد فيها إرادة الحاكم والمحكوم. لكن هذه القيم تعطلت وتجمدت منذ عصر مبكر لأسباب كثيرة نحاول أن نفهمها. لكن عموما لم يواجه هناك فرق كبير بين ميلاد الإسلام وميلاد المسيحية سياسيا. فالمسيح عليه السلام وهو يبلغ رسالته لم يواجه فراغا سياسيا، بل واجه حاجزا سياسيا كثيفا، وهو الدولة الرومانية التي ولدت المسيحية داخل أحشائها. أما الإسلام فالمسيح عليه السلام لم يبني دولة، لأن المسيحية خرجت من أحشاء دولة قائمة، ولم يأتي بقانون، لأن القانون الروماني كان موجودا ومطبقا في تلك الدولة. ميلاد الإسلام يختلف جذريا عن ميلاد المسيحية من الناحية السياسية، وأعتقد أن هذا من المهم الانتباه له. ولد الإسلام في أرض بكر خالية من تقاليد السياسة والقانون، فبنى دولته الخاصة وسن قانونه الخاص. فهناك فرق كبير بين مولد الديانتين من الناحية السياسية. وكما لاحظ أنتوني بلاك في كتابه تاريخ الفكر السياسي الإسلامي History of Islamic Political Thought، قال: مثل الإسلام قطيعة في التفكير البشري حول السياسة والمجتمع، وفي القلب من هذه القطيعة نقل السلطة من يد الإمبراطورية إلى يد الرسول، من يد الإمبراطور إلى يد الرسول، ثم إلى يد أيدي الجماعة المؤمنة. وهنا يأتي الحديث عن القيم السياسية الإسلامية. طبعا هناك جدل بين الإسلاميين والعلمانيين في المنطقة العربية، وهل يوجد نظام سياسي إسلامي أو لا يوجد. أنا حقيقة لا يهمني هذا الجدل، ما يهمني هو أنه الإسلام جاء بقيم سياسية، وواجب المسلمين أن يحولوه نظام سياسي. ليس من اللازم أن نقول أن الإسلام جاء بنظام سياسي، لكن الإسلام جاء بقيم سياسية. هذه القيم التي أسميها أمهات القيم السياسية يمكن أن نذكر منها على السريع عشرا. أولا القيام بالقسط، وقد جعله الله غاية كل الرسل والرسالات. ثانيا الشورى في بناء السلطة، بمعنى أنه لا شرعية لحاكم من غير اختيار المحكومين. ثالثا المشاورة في أداء السلطة، بمعنى أنه لا يحق للحاكم ولو كان تام الشرعية أن يستفرد بالقرار أو يستبد به. رابعا الأمانة، أي اعتبار المنصب العام أمانة بيد صاحبه وليس ملكية شخصية. خامسا القوة، وهي في الاصطلاح السياسي الإسلامي تعني الكفاءة، ما نسميه اليوم الكفاءة والقدرة والخبرة. سادسا لزوم الجماعة، وهذا أصل في شرعية سياسية وفي احترام رأي الأغلبية عند الخلاف السياسي.
ثم سابعا الطاعة، والطاعة كانت مهمة خصوصا في المجتمع العربي الذي لا يعرف تقاليد الدولة، كانت مهمة جدا. لكن كما قال الإمام الشافعي في الرسالة، هي ليست طاعة مغلقة طاعة مطلقة، بل هي طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم، يعني طاعة مقيدة. ثامنا الرد إلى الله والرسول، والرد إلى الله والرسول هو مرادف لما نسميه اليوم حكم القانون بالاصطلاح المعاصر، ولكن بمرجعية إسلامية، يعني تحاكم مساواة الحاكم والمحكوم أمام القانون، ولكن طبعا في سياق ثقافي إسلامي. وأخيرا تاسعا مال الله، وهذا مصطلح مهم ورد في أحاديث نبوية كثيرة، وهو مشحون، مصطلح مشحون بالمعاني، لأنه يضفي قدسية على المال العام ويمنع التعدي عليه. فالمال العام يوصف في الأحاديث النبوية بمال الله. وعاشرا المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وتقتضي هي تقتضي تفتيت السلطة والثروة وتشريع التعدد السياسي والفكري واليقظة في مراقب الحاكم. هذه القيم، أمهات القيم السياسية، أعتقد أنها هي التي ينبغي أن نتخذها معيارا، أن نتخذها معيارا لإسلامية الدولة، وليس جانب الأداء، لأن جانب الأداء هو يزيد وينقص وتنجح الدول وتفشل، دون أن يعني ذلك شرعية في السلطة أو عدم شرعية في السلطة. هذه القيم السياسية إن بنت عليها الدولة النبوية في المدينة، ولذلك ولدت هذه الدولة وعدا في بيعة العقبة الأولى والثانية، وتأسست عقدا عبر دستور المدينة، وتوسعت عهدا بانضمام جماعات عربية غير مسلمة إليها، ومنها يهود المدينة ونصارى نجران ومجوس هجر. والعهد والعقد والعهد كلها ألفاظ تحمل معنى التعاقد والتراضي، وليس القهر والإكراه. كذلك الخلافة الراشدة إن بنت على هذه القيم السياسية الكبرى، فكل من الخلفاء الراشدين وصل إلى السلطة اختيارا لا وراثة ولا قهرا، وكانت سلطة الجماعة هي الكلمة العليا في اختيارهم كلهم. هذه القيم ضمرت وتحولت إلى إمكان تاريخي معطل فيما بعد إذا استعملنا مصطلح هيجل. فاستعراض أمهات القيم السياسية الإسلامية يدل على أن الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية لم تكن جراء فراغ في التنزيل القرآني أو في الهدي النبوي بقدر ما كما يميل إلى ذلك بعض الباحثين مثلا مثل الجابري، وإنما هي حقيقة هذه الأزمة ترجع إلى أسباب ثقافية وتاريخية نحتاج إلى فهمها. وقد قدم الفيلسوف محمد إقبال رأيا لطيفا في تفسير الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية أو أزمة الشرعية السياسية. يقول محمد إقبال في رسالة شهيرة إلى المستشرق الإنجليزي نيكلسون كتبها إليه عام 1921، إنني أعتبر من الخسارة الكبرى أن تقدم الإسلام كإيمان فاتح أدى إلى تجميد نمو أجنة التنظيم الاقتصادي والديمقراطي للمجتمع التي أجدها مبثوثة في صفحات القرآن والسنة النبوية. ليس من ريب أن المسلمين نجحوا في بناء إمبراطورية عظيمة، لكنهم وهم يفعلون ذلك أعادوا الروح الوثنية إلى قيمهم السياسية، وأضاعوا بعض الإمكانات العظيمة الكامنة في دينهم. فهنا إقبال لو أردنا أن نلخص رأيه في نقاط، هو يرى أن الإسلام قدم قيما مبذوثة في صفحات القرآن والسنة كافية لتنظيم المجتمع السياسي تنظيما سليما، لكن هذه القيم تجمدت، وسبب تجمدها هو الفتوح الإسلامية السريعة. فالمسلمون كسبوا في الامتداد ولكنهم خسروا في العمق، كسبوا من الفتوح السريعة كميا لكنهم خسروا نوعيا. ثم يقول إقبال أو مضمون قوله إن الثقافات التي غزا المسلمون الأوائل أرضها استوعبتهم بدلا من أن يستوعبوها، ودكتور تحدث عن أثار القيم الساسانية طبعا وهي أهم مؤثر في التراث السياسي الإسلامي. كل هذا المسار ضيع على المسلمين فرصة بعض الإمكانات العظيمة الكامنة في دينهم بتعبير إقبال، بمعنى أن القيم السياسية الإسلامية تحولت إمكانا نظريا نتمدح به ونفتخر به، ولم نحولها إلى إجراءات ومؤسسات وقوانين وصيغ. ومن نتائج كل هذا أن المسلمين بنوا إمبراطورية عسكرية بدلا من بناء دولة عدل وحرية تقتدي بها بقية البشر، غزوا وفتحوا العالم الآخر وتحولوا إلى إمبراطورية عسكرية مثل الإمبراطوريات الأخرى. مالك بن نبي قدم تفسيرا مختلفا، تفسير إقبال تفسير هيكلي، أما مالك بن نبي فيمكن أن نقول إن تفسيره كان تفسيرا عضويا.
فمالك بن نبي يعتبر أن مرحلة الدولة النبوية والخلافة الراشدة كانت مرحلة تخلق دستوري، يسميها مرحلة تخلق دستوري. تخلق هنا مثل مالك بن نبي. مالك بن نبي فالتخلق الدستوري عند مالك بن نبي هو شبيه بمفهوم الأجنة عند إقبال، أن القيم السياسية الإسلامية بقيت أجنة، جمع جنين، لم تنمو نموا طبيعيا. هذه الفترة، فترة الخلافة الدولة النبوية والخلافة الراشدة، كانت قصيرة جدا، سرعان ما اغتالتها حسب تعبير مالك بن نبي حمية الجاهلية. حمية الجاهلية التي رفع لواءها معاوية في معركة صفين هي محطة الانكسار في منحنى الصعود الصاعق لحركة التاريخ الإسلامي المبكر. كانت صفين مدخلا للانتقال من قيم التعاقد السياسي الإسلامية إلى قيم التملك والقهر، وذلك ما دعاه مالك بن نبي الانتقال من جو المدينة إلى جو دمشق. مشكلة المسلمين فيما بعد هو أنهم استأسروا لميراث صفين، لم يتحرروا من ميراث معركة صفين. فمالك بن نبي يقول عن معركة صفين إن ذلك الانفصال، يقصد معركة صفين، يحتوي في داخله جميع أنواع التمزق والمناقضات السياسية المقبلة في العالم الإسلامي. فصفين ليست مجرد حرب أهلية أو شقاق سياسي بسيط أو وقع عسكرية، لا، هي صدع في جدار الأمة وشرخ في قلبها ظل يتسع في أحشائها على مر القرون حتى أودى بها في نهاية المطاف. لماذا؟ لأنها وضعت الأمة في مأزق الاختيار بين الخنوع للقهر السياسي أو الاندثار في الحرب الأهلية، بين العذاب من فوق والعذاب من تحت الذي يتحدث عنه ابن عباس. طبعا الأمة اختارت العذاب من فوق مثل كل الأمم التي تختار الاستبداد على الفوضى. ويعتبر مالك بن نبي أن الحضارة الإسلامية هي من الناحية السياسية هي حضارة منحرفة، ويسميها الحضارة المنحرفة. وهذا أمر، يعني لماذا؟ لأنه ينظر إلى الإمكان. التاريخ ليس دراسة ما كان فقط، وإنما هو دراسة ما كان يمكن أن يكون ولم يكن. فلفهم حضارة لا يكفي أن ننظر إلى ما كان، وإنما ننظر إلى ما كان يمكن أن يكون، على الأقل هذا في مفهوم هيجل ومالك بن نبي ومحمد إقبال. يقول مالك بن نبي: نحن ندين لتلك الحضارة المنحرفة التي ازدهرت في دمشق في ظل الأمويين باكتشاف النظام المئوي وتطبيق المنهج التجريبي في الطب واستخدام فكرة الزمن الرياضية، وهذه هي المعالم الأولى للفكر الصناعي. ومع ذلك فإن هذه الحضارة ليست من الناحية العضوية التاريخية التي تهمنا سوى صورة مشوهة عن البناء الأصلي الذي شاده القرآن. يعني حضارة عظيمة لكنها بمنظور الإمكان فيها مشكلات كبيرة. ثم هي حضارة توفيق وتلفيق أيضا كما يرى مالك بن نبي، فيقول إن التطور المعروف باسم الحضارة الإسلامية لم يكن في الواقع سوى محاولة للتوفيق بين واقع الأمر المتخلف عن صفين وبين ما جاء به الإسلام. وقد جهدت مدارس الفقه لتحقيق هذا التوفيق، حتى إننا نرى أن الحضارة الإسلامية آنذاك لم تنشأ عن مبادئ الإسلام، ولكن المبادئ هي التي تكيفت مع السلطة الزمنية القاهرة. حتى إننا نرى أن الحضارة الإسلامية لم تنشأ عن مبادئ الإسلام، يقصد الناحية السياسية، ولكن المبادئ هي التي تكيفت مع السلطة الزمنية القاهرة. طبعا لتفسير إقبال قيمة عظيمة. لماذا؟ لأنه تفسير إقبال بأن انهيار القيم السياسية الإسلامية سببه الفتوح يشهد له تاريخ الحضارات السابقة على الإسلام. فالمدن القديمة، المدن الديمقراطية سواء أثينا أو روما الديمقراطية، لما توسعت عسكريا وتحولت إمبراطوريات انهار نظامها السياسي الديمقراطي طبعا. والمدينة المنورة ليست استثناء من هذا في التاريخ البشري. تفسير مالك بن نبي أيضا له قيمة عظيمة من حيث الالتفات إلى البداية المبكرة والمشكلات داخل الجزيرة العربية نفسها. إنما نقطة الضعف في التفسيرين هو إغفال في تفسير إقبال هو إغفال البيئة العربية، ونقطة الضعف في تفسير مالك بن نبي هو إغفال المحيط الإمبراطوري. ولذلك نحن نحتاج إلى تفسير يجمع بين البيئة العربية وسياق الإمبراطوري. وطبعا هذا غير ممكن في دقيقتين، لكني يسمح لي الأستاذ فقط بثلاث لأن الضيافة ثلاث. أن الإسلام ولد في فراغ سياسي في جزيرة العرب، وهي أرض لم تعرف معنى الدولة وبنيتها وتقاليدها. ما نشأ من دويلات على ضفاف الإمبراطوريات الأخرى كان امتدادا لها وظلالا باهتة لها، ولم يكن نابعا من قلب الجزيرة العربية.
كان العرب مجتمعا طريقا لا يعرف معنى الانتظام في بنية سياسية وقوانين ملزمة، كانوا يأنفون من الخضوع للملوك، ولذلك يتمدح شاعرهم بشام بن حزم فيقول: من عهد عاد كان معروفا لنا أسر الملوك وقتلها وقتالها. وطبعا كلكم يعرف معلقة عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا، فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين، إذا بلغ الفطام لنا صبي يخر له الجبابر. الأمم كانت تسجد لملوكها، وأصحابنا يريد ملوكهم أن يسجدوا لهم. إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر ذلة. هذه الثقافة، وقد تحدث عنها ابن خلدون طبعا كثيرا في المقدمة، أن العرب أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش إلى آخره، حتى أنها أصبح عندهم ملذوذا لما فيه من خروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة. طبيعة العرب تتأبى عن الطاعة والسياسة. ثم إذا أضفنا إلى هذا السياق الإمبراطوري المحيط الذي تحدث عنه هيجل في كتاب العالم الشرقي، أن الإسلام كان محاطا بإمبراطوريات عتيقة، يعني أصبح الاستبداد مكونا أساسيا فيها، حتى أن هيجل يقول أنه هذه الإمبراطوريات يوجد فيها مواطن واحد حر وهو الإمبراطور فقط. يعني الفوضى الداخلية في جزيرة العرب ووطأة السياق الإمبراطوري، هذان هما السبب في بداية الأزمة الدستورية للحضارة الإسلامية. أما استمرار الأزمة وتأبيدها فهذا يرجع إلى صراع القيم الذي أشار له الأستاذ، وهو موضوع القسم الثاني من دراستي الذي عنوانه من كتاب الله إلى عهد أردشير: جذور الوثنية السياسية في الثقافة الإسلامية. وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ محمد مختار الشنقيطي. إذن هذه المداخلة هامة جدا، عجبني كثيرا هذه المراوحة ما بين الفلسفة والنظريات المعيارية من جهة والوقائع التاريخية. هناك أيضا مفهوم للتاريخ قد قدمته لكتابة التاريخ، أرجو أن يتفاعل معه المؤرخون الموجودون هنا في هذه القاعة. وبسرعة نمر إذن إلى الاستماع إلى كاثرينا مينينكي. The Umayyad Caliph in his images. I spell right your name. Okay. I want to show you some images, so that's why I wanted to wait for the PowerPoint. First of all, I would like to thank very much the organizers for the possibility for me to present some of my work here at this conference. I would like to talk to you about the representations of rulers in Umayyad art, and especially of the Umayyad Caliph. And I want to give you an overview of the few images that so far have been identified as representations of rulers and discuss their possible models. Through the appropriation and modification of Byzantine and Sasanian iconography, the impression these images create of the caliph is that of a sacred and universal ruler in accordance to the late antique royal ideology known to us from other late antique empires. Now, this is the impression the images make on me as someone who's working with images. Now this is the impression the images make on me as someone who is working with images. And you have to know I'm a classical archaeologist by training, so that means I work mostly with Greek and Roman visual and material culture. So I'm very curious to hear your version of the story as specialists working with texts on early Islamic political thought, and the impression the texts give in comparison to the one that the images show that I will present now. Now, not a lot of depictions have so far been identified by previous research as showing rulers. And as is characteristic for Umayyad art in general, in these images too, we can observe an appropriation of pre-Islamic models from the different traditions present on the territory of the Umayyad Empire. That's especially the Hellenistic culture in the former Byzantine territories, especially the Near East and Egypt, and the area of the Sasanian Empire, which of course was completely defeated and incorporated into the Caliphate in the course of the Islamic conquest. So four of these images, these and these, are from the so-called desert castles, and previous researchers have detected similarities to depictions of the Byzantine emperor and the Sasanian king. But there are no inscriptions to give a certainty that these are actually showing the caliph, so this argument therefore bears the risk of circular reasoning. An exception are the coins which you see in the middle,
They are all earlier than these images from the desert castles, and here the figure is partly identifiable as the caliph due to the legends. Another exception are two frescoes from Kuzey Amra in modern Jordan. One is this reclining male figure you see here, who can probably be identified due to a newly found inscription as the heir apparent Walid ibn Yazid, the later Caliph al-Walid II. And then there is this fresco of the six kings, which according to bilingual inscriptions in Greek and Arabic shows six rulers of the late antique world, but the Umayyad Caliph is not among them. Now the coins show the earliest caliphal images. All were issued before the monetary reform of Abd al-Malik in 77-79 Hijj, because after that there were only aniconic coins with religious inscriptions. The earliest Umayyad coins, which you see on the left, were imitations of Byzantine and Sasanian coins. For example, this gold dinar, which imitates a Byzantine solidus showing Heraclius and his two sons on the obverse. And as you can see, all crosses are omitted, and on the reverse you find the Arabic Shahada. In the former Sasanian territories, several mints issued silver dirhams, which follow Sasanian prototypes very closely. On the obverse, we always find the bust of the Sasanian Shahanshah, and on the reverse, the Sasanian fire altar with two attendants. The head on the obverse can be combined with different legends, giving either the name of the Sasanian king, mostly that of Khosrow, the name of the provincial governor who issued the coin, and after 671, we occasionally also find the name of the caliph, and it's always either Muawiyah, the first Umayyad caliph, or Abd al-Malik. Now, the head doesn't change with the different legends, so we don't know if this is actually supposed to represent the caliph, and the same is also true for the central figure here on the dinars. Now we can observe two attempts, though, to create a more or less individual image of the caliph. One follows Byzantine tradition, that's the so-called standing caliph dinar, struck probably in Damascus under Abd al-Malik. On the reverse, we always find the already familiar staff on steps with the date on the, of the coin, and on the obverse, a standing figure surrounded by the shahada. We're only able to interpret this figure as depicting the caliph because there are bronze coins showing the same figure and with a legend giving the name of Abd al-Malik and his title, Commander of the Faithful, Amir al-Mu'minin. The caliph is shown in front view. He holds a sword which is still in its scabbard with his right hand diagonally in front of his body. He's wearing a long beard and long hair. When what he's wearing, his dress, is not a realistic individual garment, because when we compare the dress to the coin of Heraclius copied by the first Umayyad dinars, we recognize that what he's wearing is just a misinterpreted open chlamys, with the back part of the chlamys here, usually hanging down, has been misinterpreted here into an ornamental trimming. The second attempt to create an individual image is on coins is in Sasanian style, and it's probably contemporary to the dinar. This is a silver dirham known as the mihrab and anaza dirham because of the image on the reverse showing a niche, which was interpreted by Miles, who first studied these coins in details, as the prayer niche containing the spear of the prophet. On the obverse, we have a Sasanian style bust, which is considerably different from the prototypes, though. Instead of a winged crown, we find the cap, and the bust shows the figure's arms holding a sword in a scabbard, here. And this scabbard is decorated in the same way with a wavy scroll like the scabbard of the standing caliph's sword on dinars. So it's rather likely that this bust also shows the caliph. Astonishingly enough, though, the legend is the standard Middle Persian legend with the name of Khosrow. And the caliph's titles, Commander of the Faithful and Deputy of God, Khalifat Allah, are only found on the reverse. Still too fast? Yes, okay. For the translator. Okay, I will go slower. I'm sorry, a bit nervous then, I get fast. let us now continue with the so-called caliphs from the desert castles, starting with the figures following Sasanian models. The first one is from Kasr al-Khay al-Kharbi. It's about 60 kilometers southwest of Palmyra in the Syrian desert. This was a building complex which was probably erected by Hisham,
around 727, and we know this from a building inscriptions on the entrance to the Khan of the complex. Our figure is from the so-called palace, and it was part of the stucco ornaments that decorated the facade around the entrance gate. Its exact location is not secure due to the poor state of preservation. You can see here when the building was excavated how little of the wall was standing. And this in the bottom is the reconstruction in the National Museum of Damascus. The excavator of this palace, Schlumberger, reconstructs our figure in the arch above the entrance, though. This is an about life-size figure which follows Sasanian models pretty closely. The dress and the peculiar pose with the legs in profile, bent outward at the knees, while the feet and calves are joined, is identical to the depiction of the Sasanian Shahanshah sitting on his throne, as we know it from rock reliefs and a series of silver and rock crystal vessels. I'm just showing a selection here. These show the Sasanian king leaning onto his sword, which is positioned between his feet, and this seems to be missing on our caliph. Even the head of our figure is very similar to Sasanian models, especially to that of the Sasanian king in the Great Ivan in Takebostan, which is identified by most scholars as Khosrow II. We have a similar hairstyle with these parallel strands of hair on the forehead. Sorry, you can't see it very well in the image. Long hair in the back, which is broken off on our figure, and short beard. And our figure is also wearing an earring, like here the Sasanian king. The crown our figure is wearing is very similar to crowns of the Sasanian kings, as it has wings, here, and this diamond shape in the middle, which may be a crenellation, as is typical for the crowns of some late Sasanian kings. And again, I'm showing a selection in the bottom. The wings on our figure are not attached to the cap, though, but to the diadem. And there is no central element made up of a crescent and star or a globe on the cap. So it's not one specific crown that was copied completely, but only certain characteristic elements, especially the wings. The winged crown seems to have been understood and adopted as significant royal insignia by the Umayyad patrons, as also the king labeled Khosrow in the fresco of the six kings in Kuzey Amra wears wings on his crown. And here we also have this central element with the crescent. It's this figure here. The second so-called Sasanian caliph is from Khibat al-Mafsha. This is about 2 kilometers north of Jericho in the Holy Land. This complex is not securely dated, and some scholars have associated it with the Caliph Hisham, and others with his successor Al-Walid II. Our figure is from the porch of the bathhouse of the complex, which was decorated with stucco ornaments. Again, the upper part of the wall was not preserved, but Hamilton could reconstruct 3 niches, and he located our figure on a pedestal decorated with lions in the larger central niche. This is again a nearly life-size figure. Dress and posture, again, remind to Sasanian images, especially to that of the standing Shahanshah at Takebostan, whose head you've already seen. And again, the caliph is not leaning on his sword, though, but he's holding a curved sword in his hand. This is here. Apart from movable objects and the rock reliefs we have seen, there might have been other sources for these Sasanian-style images. The Arab historian Al-Mas'udi reports in the 10th century that a picture book of the Sasanian kings was translated for the Caliph Hisham from Persian into Arabic in 731. So this is the patron of Kassel Khayal Gharbi and also the supposed patron of Khibat al-Mafsha. So if the information given by Mas'udi is correct, we have to assume that there was an interest in Sasanian royal imagery in the time of Hisham, and that from that time on, at the latest, full-figure portraits and not just busts, as on the coins, were known to the Umayyad rulers. Now let us turn to the Hellenistic or Byzantine caliphs.
The first one is again a stucco figure from Qasr al-Khay al-Gharbi. It's not from the outside facade like the Sasanian caliph, but from the interior of the palace, from the facade of the courtyard. It belongs to a series of windows and niches which Echo Shah reconstructs as the outer revetment of a high reception hall above the entrance gate, which of course was not preserved. Only the lower part of the body of our figure is preserved. It's sitting on a throne or stool with cushions on it, and the feet are resting on a footstool, which is shown in perspective. Especially the position of the feet on the footstool immediately recalls images of consuls on diptychs or the enthroned emperor as on a missorium of Theodosius. But the dress of our figure differs. Instead of the toga with the lorum, like the consuls, or the chlamys, like Theodosius, our figure is wearing a Greek himation or pallium over a tunica, and on his feet he's wearing sandals instead of the closed shoes of the consuls and the emperor. This dress is found in a great variety of figures in late antique Hellenistic art. We have the enthroned Christ here, or Adam here on a mosaic, the apostle Matthew in a book illumination, or Roman learned figures like Virgil in this other book illumination, which served as models for Christ and the biblical figures. So the question is our image a princely figure at all? And I would say, since the head is missing, this is maybe the most shaky identification of the figures I'm presenting today. Our second Hellenistic caliph is a fresco from the bathhouse of Kuzay Amra in Jordan. This is about 70 kilometers east of Amman in the Jordanian desert. It was built by Walid II, as we know from this new inscription, but probably while he was still the heir apparent during the reign of Hisham. So this is again the same time as the previous three images and when the picture book of the Sasanian king was copied too. The fresco of the caliph is in the central alcove of the bath's vestibule, which probably served as an audience hall. The fresco of the caliph was not well preserved, or is not well preserved, but we can determine an enthroned figure underneath an arch flanked by two attendants. The architectural setting is very similar to images we have already seen. I'm just quickly showing them. And very similar, especially concerning the nimbate attendants, is also the figure of Christ enthroned. Only here we have angels. And here we have female servants probably holding fans. And a final very close comparison is the image of the biblical ruler, King Solomon, in the Rabula Codex. This and transportable book illuminations, such as this one, may have been sources for the iconography, as may have been the case with the picture book of the Sasanian kings. This figure here. Determining a model for the figures of the so-called Hellenistic or Byzantine caliphs is not as easy as for the Sasanian caliphs. Probably not one specific model was copied, but rather several available models were combined and modified into one image. These possible models all show a majestically enthroned ruler, and most of these rulers are marked by a nimbus around their head, just like our caliph at Kuzay Amra. I see it's very, very light, but I hope you can see the nimbus. In Roman imperial representation since the Tetrarchy in the late 3rd century, the nimbus visualized the light which surrounds the divine head of the emperor with a shining orb, as is stated in a panegyric on the Augustus Maximilianus Herculius. In Constantinian times, it becomes a regular feature of the representations of the Roman emperor and his family and was subsequently transferred to Christ, angels, and the saints. The nimbus is also attested in Sasanian ruler representation as well, though it's much less common and its exact significance is not clear. In any case, as in Byzantine art, the disc nimbus links the sovereign to the gods, from whom he receives his power. On a series of late Sasanian capitals showing a royal investiture, for example, both the king and the god handing over the wreath are nimbate. So both in Byzantine and Sasanian royal iconography, through the nimbus, we find a visual alignment between the images of the sovereign and the gods.
So on this level, the Byzantine Emperor and the Sasanian Shahanshah could communicate visually. Like these sovereigns, the Umayyad Caliph too understood himself as God's agent ruling in God's place on earth, as is expressed by his titr Khalifat Allah. By using the nimbus, the Umayyad Caliph could join into this dialogue formally conducted between the Byzantine Emperor and the Sasanian Shahanshah and present himself as a shining ruler authorized directly by God. I don't know how I can hurry up, but I'll try. In their understanding of their place in the late antique world and their political sphere of influence, the Sasanian and Byzantine sovereigns shared a similar perception of cosmological centrality. The Roman emperor understood himself as the ruler of the Oikoumene, the inhabited, civilized part of the world, and the Sasanian king saw himself as the Shahanshah, the king of kings of both Iran and non-Iran, a title that sets Iran at the center of the world and expressed the king's aspirations toward the sovereigns of the other world empires. And this is a perception that we find mostly from the Abbasid period, but we cannot rule out the possibility that already in the Umayyad period, the Shahanshah's prestige was perceived accordingly. And finally, in China, another global player in the late antique world, we find the same concept of universalism. The Chinese Sui and Tang emperors perceived themselves as ruling the entire world with China at its center. And again, this world order was visualized, for example, in tombs, where we find statues of foreign envoys, which were all much smaller in size than the statues of the imperial guards, demonstrating the supremacy of the Chinese emperor. And to come back to the Umayyads, it's not unlikely that this concept was continued, as the fresco of the Six Kings suggests. It shows six kings of the late antique world, as I said, identified by bilingual inscriptions. And this is obviously not a realistic depiction because the kings, two kings in the front row, especially this figure of Khosrow, are wearing the Byzantine chlamys, and this is the Sasanian king. So without going too much into detail concerning the much debated question of the interpretation of this image, one thing is obvious. The Umayyad Caliph is not amongst these world rulers. Instead, they are stretching out their hand in a gesture of respect either to the image on their immediate right, which is the reclined figure of the heir apparent, Al-Walid, or the personage in the central alcove, which we saw earlier, the presumed caliph. So this is a parallel concept to what we have seen in Sasanian Empire and in China, the idea of the King of Kings. The universalist ideal is already found earlier at the very beginning of Islam too, in the episode of the letters the Prophet sent to eight rulers of the world, recorded in the 8th century Arab historian Ibn Ishaq in his biography of the Prophet. And so we have this universalist ideal both in visual and in written tradition. And finally, this ideal expressed visually by the appropriation of Hellenistic, Byzantine, and Sasanian ruler representation is maybe also found in the mosaic decoration of the Dome of the Rock in Jerusalem, built by Abd al-Malik. We already heard about it today. This is about the same time as the images on the coins. Of course, here we have no human figures, but instead just the relevant insignia, which is the crown, the wings, and the Sasanian wings, and the jewelry crowns, Byzantine jewels. And as we've heard earlier today, it's a very highly political building. Now to sum up, the different images we saw are all either from the time of Abd al-Malik, that's the coins and the Dome of the Rock, or as far as we can say, from the time of Hisham. The differences in dress and the misinterpretations on the coins show that these were no realistic representations of the actual garments worn. Instead, the images of the caliphs reveal what sources of both Byzantine and Sasanian origin were available and appealed to the Umayyad patrons and artists. Assuming our identifications are correct, this means that the Umayyads knew about the significance of the motifs they copied, especially of the royal insignia such as the wing, crown, and the nimbus. Surprisingly, Hellenistic and Sasanian characteristics were not combined and merged into one coherent iconography as in other Umayyad art, except in the image of Khosrow in the fresco of the Six Kings, and of course in the Dome of the Rock. Thus, what is striking is that despite their new religion, the Umayyads seemingly had no need or desire to create their own royal iconography and statuary and painting in their palaces. Obviously, it was more important to allude to the values implied by these Sasanian and Byzantine images of the rival rulers and then to create an individual imagery of their own.
By using the motifs from this universal aristocratic repertoire, the caliph could present himself as a cosmopolitan ruler controlling several cultural and visual markers of kingship, as Canepa interpreted the earlier appropriation of Roman and Byzantine motifs in Sasanian imperial art and vice versa. As the Umayyad caliph actually was the Sasanian Shahanshah's successor, he could easily take the Sasanian king's place through the appropriation maybe not only of his royal images, but also of his concept of rule, but less to commit to one specific model, as later the Abbasids, but as one possible role among others, as we have seen in the diversity of images. To express the universalist ideology of the late antique sovereign and present himself as a major player in the cosmos of power of his time. And now I would thank you very much for your patience, and I'm eagerly looking forward to your suggestions. أكيد أن هذه المداخلة لها خصوصيتها، ومسألة الصورة والصور هي قضية جدلية جدا في الثقافة والحضارة الإسلامية، والمسألة ليس بالبساطة أن نقول أن الإسلام لأنه الحضارة الإسلامية لأنها منعت الصور فالصور غائبة، نرى أن الصور موجودة وصور الملوك والخلفاء أيضا بأشكال ما، وسننظر في هذا فيما بعد. إذا نمر مباشرة إلى النقاش. رجاء الإيجاز. Je vais m'exprimer en français. Que cela me tient. Je voudrais revenir sur le titre, Khalifatullah. Bien sûr, on sait que depuis les, depuis l'apparition de ce titre appliqué aux Umayyades est devenu l'un des sujets très fréquents dans l'histoire de la dynastie Umayyade. Ce titre, le Sayyida Maneka. Je voudrais ici faire référence à tous les travaux récents, hein, particulièrement de Bates, de Heidmann, Stefan Heidmann, et particulièrement d'Antoine Borut, hein, alors qui ont parlé de ce problème assez amplement. Et à ce niveau, je voudrais faire la connexion avec l'article de Schindel qui a parlé de ce fils, hein, trouvé en Syrie et qui porte la nomenclature de Khalifatullah appliquée à Sulayman ibn Abd al-Malik. Je voudrais demander à Madame Maynek, premièrement, pourquoi n'a pas parlé de ce fils qui est très important sur le plan artistique, non seulement, et sur le plan, disons, numismatique en général. Et c'est une preuve inéluctable, bien sûr, qu'on ne peut pas refuter, hein, de l'application de ce titre. Je termine par la très récente étude de Robert Hoyland, hein, qui, justement, met en cause tous les textes, hein, parlant de ce titre Khalifatullah. Je résume un peu. Est-ce que ce titre Khalifatullah, qui existe matériellement, pas seulement dans les textes littéraires, hein, a une signification particulière dans toute l'émission numismatique qu'on appelle, hein, le titre anglais le plus fréquent, hein, The Post-Reform Coins? Et pourquoi, d'après vous, hein, c'est une question qui m'intrigue beaucoup, pourquoi ce titre et dans quelles circonstances il a été appliqué à Sulayman, alors qu'on sait que déjà depuis Omar ibn al-Khattab jusqu'à Abdelmalek ibn Marwan, le titre Khalifatullah existe, mais dans les textes littéraires. Et il y a beaucoup d'interrogations, mais je voudrais ce point particulier. Pourquoi il a été appliqué dans la post-réforme coins? Pourquoi il a été appliqué à Sulayman? سؤالي إلى أستاذ إبراهيم جدلة. حول أطلب فقط رأيه حول ما أورده الدكتور محمد عبد الجابري حول رسالة الصحابة لابن المقفع. هو أورد إشارة لم يحاول إثباتها أو تقديم ما يبررها حين قال بأن
رسالة ابن المقفع هي بمثابة بيان سياسي علماني بامتياز، فهل قدم ابن المقفع فعلا ما يفيد تصوره للنظام السياسي ذو فصل واضح بين الدين والسياسي؟ شكرا. شكرا جزيلا. لدي ملاحظات فقط على مداخلة الأستاذ الشنقيطي التي استمتعت بها، وهي أن القول بين أن القيم السياسية في الإسلام واردة في الإسلام ولكنها تعطلت في الأزمنة المتأخرة، هذا قول يحسب نظريا أو مبدئيا حول إذا شئنا في الدائرة الأصولية أو الإسلامية أو الإسلام التوفيقي أو الإسلام، في حين بأنه دائرة أخرى من دوائر الفكر العربي تقول بغير هذا، وأن المبادئ الدستورية هي وليدة القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر إلى آخره، بما في ذلك فلسفة المبادئ الدستورية. لماذا لم تشير إلى هذا التأويل المغاير؟ ثانيا، القول بأن الجانب الأداتي في ممارسة السلطة غير مهم، أنا أعتبره مجانب للصواب، لأنه الفكر السياسي ليس فقط فيه فقط مسألة المشروعية، مش مشروعية السلطة. حقيقة أن الفكر الإسلامي أفاض في الخوض في هذا في هذه التفصيلة، ولكن ممارسة السلطة وكيفية انتقالها والعلاقة بين المؤسسات، أي ما نسميه حاليا بالقانون الدستوري، هي أيضا مهمة، وهي التي تعطي لهذه السلطة أجراءتها. فبالتالي أعتقد أنه ما سبب في تعطيل إذا شئنا المبادئ الدستورية الموجودة هو هذا الجانب الأداتي المهم الدستوري المهم الذي له نفس الأهمية بالأكثر من المبادئ. ثالثا، قارنت ما بين الإمبراطورية الرومانية والتقليد القانوني الذي كان فيها مع الحضارة الإسلامية. الأخت كاثرين عرضت لنا بعض الرموز من العصر الأموي، وهناك أدب وفن وتاريخ ورموز وحضارة غنية، في مقابل هناك حضارة إمبراطورية كان فيها مدونات قانونية ولكنها اشتهرت بأنه حضارة حرب، أنتجت أبطال حرب ومصارعين، وهي حضارة حرب فقط، ولم تنتج لنا حضارة بما فيه الكلمة بمعنى. فإذا المقارنة يتبين أنها مجحفة في حق الحضارة الإسلامية. شكرا جزيلا. أحمد إدعلي. شكرا. لدي ملاحظة بشأن حداثة مظهورات أو تعبيرات التأثر الفكر السياسي الإسلامي بالإرث الفارسي. لا أدري هل تدخل فلسفة الفارابي ضمن المتون التي اشتغل عليها الأستاذ إبراهيم جد، لما دامت تنتظم في إطار الحيز الزمني الذي حصره للدراسة. ففلسفة الفارابي إضافة إلى تأثيرات التراث الإغريقي تنضح بجرعات فارسية قوية. فالنموذج الذي اقترحه الفارابي، وهو النموذج منشد إلى نظام الكون، هو هذا النموذج الذي اقترحه مخرجا لأزمة المدينة، يزاوج بين هذا التراث الإغريقي والتراث الفارسي، ويزاوج أيضا بين نزعة التسامي والنزعة الحالمة. رجاء لا تسترسل في التحليل لأن الوقت يداهمنا. سأختم بسؤال. التمس الرفيع بالواقع. سؤالي هو، هل يستحضر الفارابي وهو يفكر في البديل لأزمة المدينة، هل يستحضر نموذجا أرضيا؟ الإشارة، بعض الباحثين يذهبون إلى أنه يستحضر بقوة نموذج أردشير باعتباره نموذج للمدينة الإمامية الفاضلة بأفعالها وليس بآرائها. فأردشير لم يكن نبيا وفيلسوفا، لكنه بحكم أنه استطاع توحيد المدن كان ربما مصدر افتتان بالنسبة للفرج. شكرا. الكلمة للأستاذ عبدالله التركماني. شكرا سيدي. مبدئيا الأستاذ مختار حدثنا عن القيم السياسية التي جاء بها الإسلام وعددها بعشر قيم، وهي لا شك فيها.
أنا أردت انطلاقا من هذا أن أسأل الأستاذ إبراهيم ما دامت ورقته حول التأثيرات الفارسية، إلى أي مدى التأثيرات الفارسية لعبت دورا في جعل هذه القيم السياسية الإسلامية أنها بقيت أجنة كما ذكر الأستاذ الكريم، خاصة أن عهد أرتشير وأيضا الأحكام السلطانية وغيرها بقيت تأثيراتها حسب قراءاتي سلبية على قضية الفكر السياسي الإسلامي بشكل عام. شكرا. شكرا. الكلمة للأستاذة نادية سعد الدين. نعم، شكرا لك. تساؤلي من مداخلة الأستاذ محمد حول ما تفضلتم به بشأن منشأ الأزمة الدستورية، وهو حديث في تصوري عن الإشكالية الجدلية القائمة ما بين العلاقة ما بين الدين والسياسة. هل من الممكن إسقاط ما تفضلتم به حول المأزق الدستوري على دولة المدينة والتي يعتبرها البعض الدولة الإسلامية الأولى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي هل ممكن القول بأن الإشكالية بدأت من هنا، إشكالية المأزق الدستوري بسبب التوظيف الديني للسياسة، حتى وإن اعتبرها البعض بأنها دولة وحي أو نبوة، إلا أن هناك حالات كثيرة كان يتم فيها الخروج من الحيز الديني، البحث إلى الأشكال العديدة من الممارسة السياسية؟ وشكرا. شكرا. ونختم إذن الكلمة للأستاذ محمد سعيد. شكرا لكل الأخوة والمتدخلين. ملاحظتي وسؤال للأستاذ محمد مختار الشنقيطي، تساؤل حول علاقة المبادئ السياسية الإسلامية والقيم الإسلامية بطريقة وصول الخلفاء الراشدين إلى السلطة، علاقتهم بالمبادئ الشورى. ثم ملاحظة حول قوله بأن معاوية رفع في صفين مبادئ الجاهلية، معاوية في صفين رفع المصاحف، ثم عندما وقع اختياره كخليفة ووقع اختياره كصحابي، فيما بعد تحولت الخلافة إلى خلافة وراثية. ما في البداية عندما وقع اختياره وقع اختياره كما وقع اختيار علي أو عثمان من قبل مجموعة معينة. فقط ملاحظة. شكرا. And of course I'm aware of this big discussion on the title خليفة الله. Which I couldn't go into detail, of course, and I wanted to focus more on the images, so that took most of the time. It's just a selection, except the ones from the desert castles you saw, they are complete, but you're right, there's more coins, which I did not talk about. شكرا. إذن أعطي الكلمة الآن أخ محمد مختار شنقيطي لإجابة عن الأسئلة التي وجهت له. شكرا جزيلا. لماذا لم أشير إلى الرؤية التي ترى أن المبادئ الدستورية بدأت من قرون متأخرة؟ لأني أعتقد أنها لم تبدأ من قرون متأخرة. الحديث عن الدساتير والمبادئ الدستورية قديم منذ أيام أرسطو، فليس جديدا. صحيح أن هنالك ثغرة فتحت في القرون الأربعة الماضية في هذا المجال، لكن القيم وضع يعني طرحت ونوقشت منذ أمد بعيد، وإن لم يسمح السياق التاريخي كما قلنا بأنها ترجع الديمقراطية الأثينية لم تعمر طويلا، ديمقراطية روما أيضا مجرد ما توسعت عسكريا ضاعت، ديمقراطية مدينة منورة عاشت 30 سنة فقط، ثم لما توسعت عسكريا ضاعت لأسباب داخلية وخارجية. لكن المبادئ والقيم هي المبادئ والقيم، وهي كانت موجودة. لماذا لم يشير إلى أهمية الجانب الأداتي؟ طبعا الجانب الأداتي مهم جدا، بل أنا أزعم أنه مشكلة ضعف الثقافة السياسية في الجزيرة العربية قبل الإسلام كان في جانب الأداء، في الجانب الأداتي أيضا. ولذلك
كان من السهل على الثقافة الساسانية أن تملأ هذا الفراغ. وبعض القيم أو بعض التشريعات الإسلامية هي تدخل في الجانب الأداتي ولا تدخل في جانب القيم. مثلا البيعة، أنا لم أحسب البيعة من القيم، من أمهات القيم السياسية العشرة، لأن أعتبر أنها أداة. فالإسلام تبنى البيعة كأداة كانت موجودة، ولذلك في وسع المسلمين أن يتبنوا أي أداة إذا كانت تلك الأداة منسجمة مع القيم. فطبعا القيم أهم من الأداة، لأن القيم تتجاوز، تخترق الزمان والمكان، بينما الأدوات تقضي عليها حركة الزمان والمكان وتقيدها كثيرا. طبعا أنا لا أقدم الحضارة الإسلامية على أنها حضارة حرب، وإنما أقدم أن الحضارات العتيقة كانت التي بدأت فيها أو بدأت بداية فيها قيم سياسية واضحة، دستورية واضحة، وجدت نفسها أمام خيار صعب، إما أن تتحول إمبراطورية وتتخلى عن قيمك السياسية، وإما أن تعيش إمبراطورية مثل الإمبراطوريات. وفي العالم القديم عالم حرب الكل على الكل، طبعا من الصعب جدا عليك أن تحافظ على أثينا ديمقراطية مزدهرة في عالم من الإمبراطوريات، ولذلك جاء فيليب الثاني ثم جاء ألكسندر وحولوها إلى إمبراطورية. من الصعب جدا أن تحافظ على المدينة المنورة، البقعة الوحيدة على وجه الأرض لمدة 30 عاما، التي كان أهلها يختارون حاكمة دون وراثة أو قهر. من الصعب أن تحافظ على هذا النموذج في عالم تحيط به الإمبراطوريات وتضغط على الجزيرة العربية، وهي فكرة شبينغلر عن التشكل الكاذب، أن الجزيرة العربية كانت تعاني من التشكل الكاذب، ويقصد بالتشكل الكاذب الثقافات التي تعيش على ضفة ثقافات أخرى أقوى منها، بحيث أنها تمنعها من أن تنمو نموا طبيعيا. فشبينغلر يقول إنه الإسلام هو الذي حرر العرب من التشكل الكاذب حينما دفع بهم إلى الملحمة العالمية، لم يعد خاضعين للضغط الدولة البيزنطية ولا للضغط الدولة الساسانية. لكن حقيقة أن هذا التحرير كان أيضا قصير العمر، لأنه سرعان ما غزا العرب بلاد فارس عسكريا فغزتهم ثقافيا، اللي سماه الجابري الغزو المضاد. فهم العرب غزوهم عسكريا وهم غزوا العرب ثقافيا. عفوا. بالنسبة لي هل الإشكالية بدأت منذ عصر النبوة بسبب دمج الدين في السياسة؟ حقيقة أنه طبعا أنا دراستي هي تاريخ الأديان، وأرى أنه من المهم وضع الأمور في نصابها من حيث الفارق ما بين الإسلام تاريخيا وبين غيره من الأديان. أولا، نحن كمسلمين نؤمن أن كل الديانات السابقة على الإسلام هي كانت ديانات جزئية وظرفية. جزئية بمعنى أنها لا تغطي كل جوانب الحياة، وظرفية بمعنى أنها لا تمتد في الزمان إلى الأبد. ومن أسباب هذا أن البشرية لم تكن جاهزة لرسالة شاملة دائمة، وأن الإسلام يمثل الرسالة الشاملة الدائمة. ثانيا، طبعا لتكون رسالة شاملة ودائمة فهي لابد أن تغطي الجانب السياسي من البداية. ثم في جانب تاريخي الذي ذكرناه، وهو أن الإسلام ولد في منطقة فراغ سياسي وقانوني، فكان لابد من البداية أن يكون لديه جواب سياسي وقانوني، وهذا الذي سمح به الأستاذ الكريم. وشكرا. نكتفي إذن بهذا القدر. ستكون هناك فرص أخرى للعودة إلى هذه المواضيع والقضايا الهامة التي طرحتها. إذن الكلمة الآن للأستاذ إبراهيم جدلة. شكرا. سأجيب بطريقة يعني ليس حسب المتدخلين بل حسب أهمية الموضوع، يعني سؤال الأستاذ عبد الله التركماني لا مدى إلى آخره. أنا أولا لا أشاطر الرأي كونه هنالك أزمة في الحضارة الإسلامية ودولة، بالتفسير المثالي يعني تيولوجي لمحمد إقبال إلى آخره. فالدولة الإسلامية تأزمت نتيجة نموها، كانت دولة مدينة ثم أصبحت دولة الجزيرة العربية ثم أصبحت دولة مترامية الأطراف، وفي كل مرة كانت تعيش الأزمة. المدينة لم تعد هي العاصمة التاريخية، تحولت الأطراف الثروة في الشام، ثم عندما أصبح مركز الثقل في بغداد انتقلت هكذا، وبعد ذلك وصلت إلى الحدود القصوى وأصبحت تعيش الأزمة النمو والانتقال من اقتصاد الحرب واقتصاد الغنيمة واقتصاد الغزو إلى الاقتصاد السلم.
وهنا الأزمات، أزمات متعددة، يعني تعديل، يعني حتى إصلاحات الحجاج وغيرها كلها تدخل في إطار هذه الإصلاحات المتتالية، وبالتالي هذه يعني الأزمات الدولة لم تكن أزمات حضارية. وهنا يدخل تأثير الفارسي، التأثير الفارسي لا هو فكر ولم يحد في أزمة، بل هو نتيجة الأزمة، ليس هو له تأثير مباشر على الأزمة، بل هو نتيجة أزمة. عندما سيطر الأتراك والسلاجقة والبويهين وغيرهم على مقاليد السلطة، والدولة العربية الإسلامية من يوم يعني من منذ بدايتها إلى يومنا هذا هي دولة تنطلق من السياسي اللي تحتوي على الاقتصادي، عكس الدولة الغربية، عكس المجتمعات الغربية. On passe du politique vers l'économique. حتى يعني دولة زين العابدين وغيرها ديما السياسي ثم نمر إلى الاقتصادي، يعني عبر التاريخ، وهذه دائما تسبب الأزمة. والفكر هو انعكاس وليس هو الذي ولد الأزمة، هو انعكاس. وهنا جاءت الأفكار الفارسية وغيرها، مسألة العدل ومسألة الوعد ومسألة الطاعة والمسألة، كل مرة نحس بالأزمة ونعيش الأزمة، أزمة السلطة، فتأتي الفكرة التي منها هذه الأفكار التي حاولت في نهاية الأمر تدافع على هيكل الخلافة يعني إلى آخره. فهذا هو يعني تأثير هذه الأفكار الفارسية، وأقول دائما ليست هي التي أثرت بل هي جاءت نتيجة لوضع معين. السؤال الموالي هو حول رسالة الصحابة. فعلا يعني أنا أعتبر أن قبل محمد عبد الجابري هي دراسة غويتين هي التي كانت يعني قديمة جدا، كانت لكن دائما يعني فعلا كانت فاصلة بين يعني فيها الفصل الكبير جدا بين الدين، لا يعتمدوا على الدين. ابن المقف عندما يتكلم لا عكس الفقهاء فيما بعد لا يعتمدون على الشرع، أو يعني عندما يحدث الخليفة لا يعتمدوا على المبادئ الإسلامية، فهو يتحدث انطلاقا الواقع، وبالتالي فهي تعكس فصلا واضحا بين الديني والسياسي. ثم بالنسبة للتأثر بالفارابي وغير ذلك، فعلا أنا شخصيا لست مختصرا، لكن أعتبر أن الفارابي نقل أفكار أرسطو ووضعها في 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 كتاب لا أفهم منه شيئا ولا أعتقد، لأنه ليس اختصاصي، سامحوني، معناه أنا شخصيا لا أعتقد أنه بإمكان ذلك الكتاب حول المدينة الفاضلة أن يؤثر في المدينة الإسلامية المجتمع الإسلامي أو غير ذلك، يعني كأنه معناه خارج عن النطاق. هو نتاج قوي، فكري قوي، لكن حسب رأيك المتواضع والجاهل في هذا المجال، يعني طبعا سامحوني وشكرا. شكرا شكرا لك أستاذ أستاذ إبراهيم جدلة. إذن بهذا تنتهي حصتنا الثانية لهذا الصباح.